كما أكد الرئيس السيسي أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، والتي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ. وفي هذا الإطار شدد الرئيس السيسي على أن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين. وأود هنا أيضاً التأكيد على أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات المختلفة، والتي يأتي على رأسها قضية الإرهاب وتغير المناخ. فإن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها. لذلك تشدد مصر على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتكثيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية.